السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم علي فرج العوضي. ثغرة النهاردة يا جماعة، طبعا ازاي تشغلوا بابجي، يوتيوب، فيس، كل الكلام ده على خط الوي بتاع المدرسة، تمام؟ بس انا بصراحة ما جربتهاش على شبكة المدرسة، فلو انتوا هتجربوها على شبكة المدرسة، لو اشتغلت قولوا لي في التعليقات، لو ما اشتغلتش خلاص، تمام؟ معانا النهاردة قناة شروحات تقنية للاندرويد، صاحبها عبده محمد، تمام؟ الراجل بصراحة دخلت عنده على القناة، بيعمل شروحات جامدة جدا، اختراق الواي فاي بالتليفون، عن طريق التليفون يعني اختراق الواي فاي، تمام. و شبكات الراوتر بتاعكم ازاي تحموها وازاي تعمل حاجات فيه، تمام، تحمي شبكات الواي فاي بتاعتكم عشان محدش يسرقها. شرح تطبيقات جديدة، لو في تطبيقات جديدة نزلت يشرحها لكم، تمام. و الواتس برضو، نسخ واتس جديدة بينزلها لكم، ثغرات الواتس او حماية الواتس برضو بتاعكم بيشرح لكم ازاي تحموا الواتس، تمام. بصراحة القناة دي جامدة، انا دخلت اشتركت فيها لان انا محتاج كل الكلام اللي هو بيقوله، تمام. والراجل مش باخد انا في حاجة، وبرضو بيشرح لكم برضو حاجات عن تابلت الثانوية العامة، وزي ما قلت لكم قبل كده لازم يكون عندكم كذا مصدر علشان تستفادوا اكتر، تمام. بصراحة القناة جامدة وعجبتني وانا اشتركت عنده، و بقول لكم انتوا كمان تروحوا تشتركوا عنده، تقولوا له ان انتوا جايين من طرف علي فرج العوضي، تمام. عشان مش عاوز بس اطول عليكم على الفيديو، ما تنسوش تروحوا تشتركوا في قناة عبده محمد، وتنزلوا تعملوا لايك الفيديو دهوت، واشتراك في القناة، وتشاروا فيديو لاصحابكم. ثغرة النهاردة على خط الوي بتاع المدرسة، بس ما اعرفش هتشتغل على شبكة المدرسة ولا، لان انا ما جربتهاش، فلو انتوا جربتوها واشتغلت قولوا لي في التعليقات، تمام. يلا بينا على التابلت. اهلا بكم مره تانية على التابلت. في الاول بس ما تنسوش تروحوا تشتركوا في قناه عبد محمد، وتقولوا ان انتوا جايين من طرف. طريقه النهارده ده يا جماعه، زي ما انا قلت لكم هتشغلوا بابجي، يوتيوب، فيز، اللي انتوا عاوزينه من على خط النت بتاع المدرسه اللي هو وي. وممكن الطريقه بتاعت النهارده برضو تشتغل على شبكه المدرسه، انا بصراحه مش متاكد، فلو حد جرب واشتغلت معايا يبقى اكتب لي في التعليقات ان انا هشتغل، تمام. يلا بينا على الشرح. قبل ما ندخل بس على الشرح يا جماعه، الاول بس لازم تكون عاملين الايلاند او وورك او طريقه المجالاه دايما، او اي تهكير في التابلت يعني، عشان الطريقه دي مش تنفع على التابلت العادي، تمام. الاول يا جماعه كده تدخلوا على المتجر بلاي او جوجل بلاي، تمام، وهتنزلوا اسم البرنامج، او هتنزلوا البرنامج اللي انا هكتبه دلوقتي ده اسمه ايه، هوت سبوت في بي ان شيلد، اهو هو ده. معلش بس هنوصل الواي فاي، ثواني. وبعد ما الواي فاي انا قعدت المحاولة، وهو ده شكل البرنامج اهو، هوت سبوت في بي ان شيلد، تمام. هتثبتوه، بعد ما تثبتوه هتقوم انتوا طالعين عادي، تمام. وبعد كده تشغلوا البرنامج، ثواني نقفل الواي فاي، وهتشغلوا البرنامج وتفتحوا البيانات طبعا، وهتشغلوا ايه، لو جيتوا بقى تشغلوا جوجل كروم، طبعا اكمن متهكر التابلت دي متهكر، فجوجل كروم ممكن يفتح، بس النت بقى بطيء خالص، تمام، النت بقى بطيء. فاحنا البرنامج ده هو اللي هيشغل جوجل بلاي، كروم، متجر، كله. هنفتح بقى البرنامج، وبعد ما نفتح البرنامج هيجي لنا الواجهه ديت، انتوا بقى لو طلب سماح او صلاحيات هتدول، تمام، هتشغلوه، وبعد كده جالكوا الاعلان تطلعوا، وهو كده كده بيشتغل لوحده، تمام. فلو جالكوا صلاحيات او كده تدولوا السماح والكلام ده، كده خلاص البرنامج اشتغل اهوت. وطالما جاب السب دي بقى كده ايش، بدا يعد ويشتغل، تمام. هنيجي بقى كده نفتح مثلا اي حاجه شكل المتجر بتاع ده، اليوتيوب، اليوتيوب فتح معانا اهوت وشغال حلو، تمام. والشبكة طبعا شبكة بيانات الهاتف هي اللي شغالة، فهو مش شبكة الواي فاي، بيانات الهاتف هي اللي شغال، تمام، عشان بس الفوكس هو اللي وحش، بيانات الهاتف هي اللي شغالة مش الواي فاي. دي شبكة، دي وي بتاع المدرسة، تمام، وي بتاع المدرسة اهي، بيانات الهاتف هي اللي شغالة. وبعد كده مثلا شغل اي فيديو، معلش بقى الشاشة بتاعت التابلت دي مكسورة يعني، بس عادي يعني. وهنشغل مثلا القناة بتاعتنا،
ديت القناة التانية بيشتركوا فيها يا جماعة، ماشي، ودي القناة الأصلية انتوا بتتفرجوا على الفيديو عليها، تمام. دي الفيديو، أي فيديو بس كده يشتغل، ماشي. متنسوش تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة. وبعد ما عملت لايك للفيديو يا جماعة والفيديو شغال، وده على الباقة بتاع المدرسة والمدرسة، تمام. البرنامج طبعا لو فتح جاب لكم اعلانات، هتبصي خلص الاعلانات وتضغطهم تطلعوا يعني من الاعلان، مش من البرنامج، تمام. وبعد كده كده شبكة الفي بي ان اتكونت عندكم فوق في شريط الاشعارات. هنيجي بقى نشغل بابجي بقى اللي كلكم عاوزين يشغلها على نت المدرسة وخط المدرسة، تمام. انا بصراحه يا جماعه معرفش هتشتغل على شبكه المدرسه ولا لا، شبكه الوفاء بتاع المدرسه، بس ممكن تشتغل. فلو حد جربها واشتغلت معاه يكتب لي في التعليقات، تمام. معلش يا جماعه بس من صوت العربيات والكلام ده، اصلا مش في البيت دلوقتي، انا بره البيت وبصوركم بقى الفيديو من بره البيت، تمام. ف دلوقتي ببجي بتفتح حيات، ثواني بس. ايه التابلت هو اللي بيهنج او بطيء؟ مش لا مش بتاع البيانات، التابلت هو اللي بطيء، تمام. فطبعا اللعبه بتشتغل اهي. قبل اي حاجه بس لو عجبك الفيديو دوت ما تنسوش تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناه وتشير الفيديو لاصحابك وتشاره على كل الجروبات، تمام، عشان الكل يستفاد برضه، احنا نستفاد وانتوا تستفادوا. اللعبه اشتغلت اهي، ده على البيانات مش الواي فاي. واللعبه فتحت اهي معاكم، ماشي. طبعا ده حساب اخويا محمود بصار، هو اللي قال لي انا على الطريقه وكده، فانا صورتها بناء على طلبه هو. قال لي في ناس كتير في التعليقات عاوزه الطريقه ديت، فهو قال لي وصورناها مع بعض، تمام. ما تنسوش تعمل لايك باي الفيديو واشتراك في القناه وتشاروا الفيديو لاصحابكم في كل الجروبات. واسف تاني على صوت بتاع العربيات والتكاتك دي. اللعبة بتفتح اهي، دي طبعا على البيانات، تمام. وبعد ما اللعبة فتحت كده، اللعبة فتحت اهي وعلى البيانات مش الواي فاي، تمام. لو حد جربها على شبكة المدرسة واشتغلت تقول لي، تمام. وكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. هسيبكم بقى مع شوية اللعب دول، التابلت هو اللي بيهنج مش البيانات، تمام. هسيبكم شوية مع شوية اللعب دول، يعني ما تنسوش بقى تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة.